فندي مقاتل شاه جمعة الشاه على قوات اللواء 16 فرقة 23 سلاح الشخصي كازب 440 مل. تمام يا فندم؟ طيب انت منين؟ شبرا الخيمة يا فندم. شبرا الخيمة بقالك قد ايه في الجيش؟ سنتين يا فندم. فاضل لك قد ايه؟ خلاص 10 شهور يا فندم. ثلاث سنين؟ ثلاث سنين يا فندم. ثلاث سنين؟ شغال ايه؟ شغال مع والدي في الصناعه الزراعيه. ها؟ صعدوا في الصناعه. طب بتقرا وتكتب ولا مفيش خالص؟ بقرا واكتب كويس يعني على قد مش اللي هو اول. ما هو بمسك تليفون بعرف اتعامل على التليفون. عايز تقرا ونكتب؟ اه يا فندم الحمد لله. طيب مين هنا من زمالك بيحاول يساعدك؟ كتير يا فندم زمالك بتنزل. وبعدين؟ اه الحمد لله اتحسنت احسن من الاول بكتير. بتعمل كام في اليوم مع والدك؟ والدي بيديني 120 مثلا 150 في اليوم. ما تتكسفش من بس لازم نقرا ونكتب كويس. ايه ده يا فندم؟ وال10 اشهر دول؟ باسل فندم الراجل ده مسؤوليتك انت؟ اكيد طبعا يا فندم. في محمد فندم محمد الراجل ده لازم ياخد شهاده قبل ما يطلع في ال10 اشهر. اكيد يا فندم. شكلك نبيه يا ولد، شكلك نبيه. انت قاعد هنا بتقعد كام يوم؟ تقعد وقت الوقت ده ما تضيعش ساعة منك انك تتعلم فيها وتاخد شهادة. لازم يا شباب. كلام زي سيادتك يا فندم. لا كلام زي سيادتي ايه؟ انا حصل عليه. عجيبه محمد انا بتكلم بجد. هجيبك معاه ومش هيخرج. مش كده؟ مش عايز حاجة. ربنا يخليك يا فندم.